أكد وزير الخارجية سامح شكري مواصلة مصر لبذل كافة الجهود لوضع حد للتصعيد الجاري وحقن دماء المدنيين الأبرياء، منوها لاستمرار المشاورات مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لوقف القصف الإسرائيلي وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية من حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث حرص شكري خلال الاتصال على الاستماع عن كافة التقييمات الميدانية والأمنية للأوضاع في قطاع غزة ومحيطه.